هلو حبايبنا الكرام، كيفكم؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله كيستمع احنا الشباب. رجعنا لكم مقطع جديد سطر مثل ما انتم شايفين. التمانو شباب، سنايبر جديد حبيبي والله، يعني شباب كثير متحمس للسنايبر. شباب انت بتعرفوا انا كثير بلعب بالسنايبر حبيبي والله. اوكي سو ليتس انجل تمن، قبل ما نبلش اي شيء اساطير لا تنسوا تصلوا على الحبيب محمد عليه الصلاه والسلام يا احلى ناس، ولا تنسوا باللايكات وشير وبارتجات يا احلى ناس. تنزلوا تحت حط لنا يعني تحلوا بلوز لوز. اوكي حبايبنا يلا ندخل على الحدث حبيبي والله. قول لي فيها ميوزك معلم، شي حماس شي حماس من الصبح معلم. التمر شي باللوز اللوز. اوكي لات شباب مثل ما انتم شايفين عندنا هون بطاقات الحظ، حدث جديد غريب عجيب شباب ما يفهمان شي منه اقسم بالله شباب. فايق الصبح طبعا برا هون عندنا سنايبر شباب، في عندنا سنايبر اثنين اختراق الدروع، يعني دخلنا على 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 اشياء جديده شباب. ساعه ناخذ نار اثنين ساعه الحركه وخفيفه والله بسنايبر شباب، يعني ما راح اغلب الاوقات شباب ما نمسك السلاح ونمشي فيه، يعني هي سرعه الحركه شباب بصراحه ما بتهمني كثير يعني ابدا. فهمتوا علي كيف؟ عندنا هنا شباب السلاح تبع الجديد هنا قاطع الموج، ماده ومخزن ذخيره واحكام. اوكي تمام، شوفي يعني عندنا هنا اختار بطاقه، اختار شي بطاقه ولا شلون ده يا زلمه؟ اختيار بطاقه، ثواني شوي لازم نعملها ريفرش. بطاقات المتبقيه ثواني شوي، تحديث جديد، خلينا نعمل اختيار بطاقه نشوف شو تسع جوهر. شوف شو عم بيطلع المعلم هون. اوكي بيضة يعني نقدر نغير بطاقات ولا شلون داخل الله؟ فهموني شوي، نعمل هيك ثواني نعمل التغيير. يعني اوكي شباب نعمل هيك، نعمل هيك تتغير بطاقة يفتح لنا بطاقة جديدة. اوكي حبايبي. طب ما انا معلم ما بدنا هي، طب ولكن خلينا بدنا نشوف البطاقات الموجودة. هولي بالك قائمة الجوائز. اوكي هون عندنا رومات وما رومات واشياء. تمام هون بطاقات تسلحة وصناديق اسلحة. اوكي بس رايك مع هذا استقاطها للامواج كيف واحد يجيبه هذا؟ حبيبي والله معلومات الحدث مرة الأولى لفات هون. اوكي ثواني خلينا نعمل الاختيار الثاني شباب. اختيار تختار بطاقة عشوائية، نختار بطاقة عشوائية نشوف الوضع مع الجائزة الكبرى. لا معلم هيك ما اتفقنا اقسم بالله حبيبي والله، ما اتفقنا ابدا شباب والله. حدث شباب غريب عجيب الصراحه معلم، يعني ليش هيك ما اعرف معلم ما بعرف. اوكي نعمل كمان نفتح اول جديد لانه شباب الصراحه بتحمس كذا اشوف هذا السنايبر شباب شو وضعه. تمام اوكي لف 100 كم جوهره كمان حبيبي والله. ثلجي لقد حصلت جاده يوم ابويا، اذا تمتلك هذا العنصر بالفعل اذا تلمته مره اخرى يتم تحويله الى توكن فري فاير. يلا روح حلو على التوكن معلم نشوف. التمانو بيض حبايبنا الكرام، قبل ما نبلش قبل ما قربنا لنهايه الحدث نزلت لكم مقطع عشان كثير وصلوا شباب، بدعيكم تروحوا كلكم تشاهدوا شباب. هذا المقطع نزلت لكم اياه حبايبنا، الكل يروح يشوفه حبيبي والله. ليتس جو يلا روح اختيار هذا نشوف معلم. اوكي تأكيد هون عنا اولي هون عنا بلش يلزمنا الجوار يا زطير، خصنا نروح نشحن. اوكي حبيبنا هيك بقولش احنا الجوار شباب ناقصتنا، ولا تكون نعمل اختيار بطاقة شباب نطول عليكم اكثر من هيك معلم. خلينا ندخل نشوف الجوار بهذا القاطع الموج معلم، بدنا نشوف هذا السنايبر واخيرا معلم. ليتس جو حصلنا عليه حبيبي والله. اوكي الان شباب انا كل شيء يتعلق بالسنايبر شباب ما اقدر ما استعمل، لازم نجيب جد معلم. اوكي سوا شو خلينا نطلع لهون برا معلم، شو ندخل على الاسلحه. تمام خلينا نشوف الميزات السنايبرات الثانيه والاخيره شباب كلها مع بعضه، خلينا نقارن شوي. طبعا شباب بما انه تعرفوا شو هذا السنايبر اللي دائما استخدمه تبع الستريت فايتر يوم زمان. تمام عندنا كان فيه 2 ضرر واحد سرعه تحميل ومخزن ذخيره قليل بس، ولكن هذا عندنا هذول عندنا هذا كمان فيه سرعه طلاق مخزن ذخيره اكثر وسرعه تحميل ناقصه كمان على نفس الشيء. هون على نفس الشيء بالشباب سرعه واختراق دروع بس، ولكن شباب عندنا هذا يا صديقي عنا هذا الشاب الشكل تبعه شكل قول لي يا سلام عليك والله صح هي الدايره هيك معلم شيء حلو هيك يتذكر مثل ايام هيك في شيء انمي ولا هيك فهمت علي تشيف حبيبي والله ذكرني بالافلام كرتونات شباب. اوكي شباب خلينا ندخل نجرب اول سنايبر هذا نشوف شو وضعه. كنت بدي اقول انمي قلت انمي يا زلمه حبيبي والله. تعال وين السنايبر؟ تأكد انه حاطين التفعيل؟ حاطين التفعيل، يعني حطه يظهر بالفريق. حبيبي والله ليتس جو، نعمل تدريب،
ندخل نجرب جدو ما علينا نشوف الوضع كيف. اوكي يا اساطير الان حان وقت الجد. اوكي عندنا هذا السنايبر شباب، طبعا شباب برجع بنقول هذا السنايبر فيه السرعه والسرعه يعني سرعه الطلق والشو اسمه الاختراق الدرع. الشيء اللي الشباب فيه كثير مهم اللي هو الاختراق طريق الدرع يعني تمام. لهيك شباب فيه اثنين اختراق درع، برجع بكرر حبايبنا خلينا نحط له نشوف الاوضاع نشرب كيف وضعه معلم، نشوف كم دمجه مثلا والى اخره. خلينا نحط له هذا تبع طبعا هذا ابو الذخيره المخزن الاصفر فيه سبع طلقات اوكي، والثاني هذا خلينا نشوف كم يعطي سبعة اكيد ثمانية على حسب علمي. لا والله سبعة، والله سبعة لما اثنين سبعة نفس الشيء. اوكي خلينا ندخل لهون شباب ونشوف الوضع. وال هذو في قسم هو يقول له لا 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 150. وطبعا شباب السنايبر يعني شباب ما نقدر نشوفه، لازم نشوفه على اللاعب مثلا. هيك بدنا نروح نشوف شي واحد هذا مثلا دمجته 192. هات لشوف خليه يضربنا. لا يا زلمه ما كان بيدي هذا يضربني، ما كان بيدي هذا يضربني يا زلمه. سوي شوي سوي شوي ورا ذاك بضرب بعضهم يا الله. سوي معلم سوي شوي. خلينا نشوف شي واحد من هون شباب، شوف كم درعه يعني تقريبا بما انه درع اثنين هو تمام. بس ولكن شباب يعني الخاص يعني شايف حاسس انه في سرعه بالضرب شوي عن الثاني هذاك اللي كنت حاطه. سوي تضرب تضرب هيك هذا اضرب 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 ايوه تعا دروب. شوف كم درعه صار دروب تعا تعا. يلا اقتلني 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 اقتلني. لا تخاف يا زلمه، ما حدا يقتلك. شوف كم درعك، اما درعه ما اختلف هذا الشيء. كليكون وات سلام عليكم. في شيء غريب اللي عم بيصير باللعبه، اختراق دروع شباب. طولي بلا هذا المشكله. طول بلا هذا نجي ناخذ وال 150 ثواني شباب حبيبي والله. بس ولكن شباب كالسرعه يعني بضرب السرعة، سرعته قوية الصراحة. السرعة في سرعة شباب، السرعة موجودة. هذا شوف يا اخي هذا حبيبي والله حبيبي والله. بدي بدي هذا دمجت بدي اقتل اقتل ايوه ما قتلني يا زلمة. بدي اشوف شباب، بدي اشوف اللي دمجته بالدرع. يا الله شوية طولي بالك معلم. طب سوي شباب شباب راح نشوف غيرت بطريقة ثانية تمام. خلينا ندخل نشوف ادم معلم. هذا ادم نحط له الدرع نشوف كم درع راح يطول مثلا. عجب راح يروح ولا لا؟ راح يدمر لا طول بالك طول طول بالكم شباب. خلينا نحط اثنين نشوف تمام. نضرب هيك كم اوكي هون درع الافعال تلف الدروع اوكي. لا ثواني شوي الريز نعمل ريستارت ريستيت. هون ضرب 150 بس ولكن ما دمج درع كيف هيك؟ اه انا دمجت. اه لازم شباب يعني نضرب والله بالعاده شباب لازم نضرب يعني هون عشان الدرع يدمج عشان مشان هيك ما تحسبوني هيك. اوكي شباب بالنسبه للسنايبر يعني صراحه يعني شباب السنايبرات يعني كل السنايبرات حلوات. بس ولكن هذا شباب في يعني مثل ما قلت لكم شباب يعني راح نشوف شباب هذا الشيء بالرنكت اكثر، فهمتوا علي؟ لانه بالتدريب شباب ما راح يبين معنا كثير. لهيك شباب راح نشوف ان شاء الله المسويات على البلس مباشره شباب، نجرب ابو هذا السنايبر بالرنكد نشوف كيف وضعه يا اساطير. اوكي حبايبنا سو ليديز اند جنتلمان من هيك بيكون انتهى مقطعنا اليوم حبايبنا. ان شاء الله استفدتوا هذا المقطع، لا تنسونا بالزر اللايك والشير والبارتاج وكل الاشياء الاسطوريه منكم حبايبنا، وتشاهدوا المقطع نزلت لكم اياه شباب، مقطع اسطوري شباب كل يروح يشوفه حبيبي والله. اوكي شكرا على خير.